التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السيد محمود توفيق وزير الداخلية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع لواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من القادة وأصحاب الشركات الخاصة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى.